معانا الأستاذ محي من الفيوم. أستاذ محي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محي؟ اتفضل. ازي حضرتك مولاي؟ أنا معلش أبوز لحضرتك، أنا عندي سؤالين. اتفضل. أنا على المعاش يعني. ربنا يعزك يا رب. صوتك صغير يا حاج، صوتك صغير يا حاج محي. هضطر أقول لك حاج محي مع إن ربنا يديك الصحة والعافية. الله يخليك يا مولاي. لسه شباب. أنا بعاني مشكلة في الرئة ومشكلة في عضلة القلب. طيب. الدكاترة طبعاً ربنا يجمع لك بين تمام الأجر والعافية يا رب. الدكاترة أجمع الفطار بس أنا بصوم الحمد لله رب العالمين. ليه يا حاج موحي؟ بتصوم يا حاج موحي؟ البخاخة اللي أنا باخدها تفطر ولا صيام؟ طيب بس أول حاجة الدكاترة قالوا لك في يعني اسمح لي أنا صديقك أنا. يعني بسأل حضرتك سؤال، هو دلوقتي في خطر على صحتك ولا لا؟ لا انا بالنسبه لي مرتاح، بس ايه المشكله البخاخه؟ طيب البخاخه استعمل بخاخه الربو، لان اللي بيدخل من بخاخه الربو ده معفو عنه وما بيروحش في مسار الجوف اللي بيوصل فيه الطعام، فان شاء الله خلاص استعمل بخاخه الربو ومش هتبقى فاطر. طيب الحته اخر حاجه، ما بقدرش انزل من الدور الخامس اروح المسجد اني تعبان رجلي عامل عمليه في ظهري. صلي في البيت والحمد لله ملتزم كل وقت بوقته. صلي في البيت وان شاء الله ربنا يديك الثواب وان شاء الله يعظم ثوابك ان شاء الله يا حاج محي. ربنا يبارك لك ان شاء الله. ربنا يعزك يا حاج محي. بارك الله فيك. يعني تاخد البخاخ عادي يعني؟ يلا يا سيدي، ده اللي استقرت عليه فتوى دار الافتاء المسائي.